السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجمع الكريم، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دار أقول كلام بسيط جدا وقد يكون حار شوية لكن بينفعكم، وبعد ما أقوله دارين نتناقش في الكلام ده، كلام ده حق ولا باطل؟ دار نسمع رأي زول في الكلام ده. كلام طيب؟ طيب. ربنا قال في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ربنا قال كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديث ده معناه نفس معنى الآية في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني شنو نعبد الله؟ ما هو ده احنا قاعدين نصلي، ورمضان لما نجي قاعدين نصوم، ولقينا قريشات بنحج وبنعمر وبنطلع الزكاة، يعني شنو؟ الآية دي والحديث يعني ما تعبد مع الله أحد، زي ما بتصلي لله هنا كذلك في عبادات تانية غير الصلاة يا أخواننا. الدعاء عبادة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. يعني شنو الدعاء هو العبادة؟ انتبه، خلي بالك، الدعاء هو العبادة. يعني شنو؟ يعني لو رفعت يدينك قلت: يا الله نزل لنا مطر، معناته عبدت الله. ولو رفعت يدينك قلت: يا شيخ فلان نزل لنا مطر أو ادينا الجنة أو انجدنا وفزعنا وندهته، معناته عبدت الشيخ ما الله. هديل كده، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. زي الناس الليلة بيمشي بيدعوا الميتين، واحد يملى العربية فل نسوان وشفع ورجال، ماشيين وين؟ ماشيين البنية، فيها شنو؟ ماشيين يدعوا الشيخ الميت ده، مع إن الشيخ الميت ده هو محتاج ليهم، إنهم يدعوا له مش يدعوه، بيقول له: ادينا ودينا ودينا يا شيخ فلان. لأنه شيخ فلان ده لو كان بينفع كان نفع نفسه، ما كان مات يا أخواننا، بالعقل كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الله قال اللي بندعوهم من دون الله ديل من الفقهاء والأولياء والصالحين والفقراء، الله قال ديل ما بيخلقوا حاجة، ما عندهم شيء في يدهم، وهم مخلوقين أموات. شوف الآية: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بالله الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ الله قال ده ميت وما حي وما عارف بيقوم بتين يوم القيامة، تقوم بتين ما عارف، وما بيخلق حاجة ولا بيملك حاجة، وهو مخلوق والله الكتل. فطالما الله سبحانه وتعالى هو الكتل، يبقى انت لو داير أي حاجة، المرأة ما بتلد مثلا، عرستها ما ولدت، المفروض تدعو الله اللي بيخلق وبيدي الجنة، ما الشيخ ده، لأنه الشيخ ده بيموت. لو داير مطر ما نزلت تدعو الله، لو داير تتوكل تتوكل عليه الله، لو داير تستغيث تستعين تستغيث وتستعين بالله. يا أخواننا ربنا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشيء المضيع السودان ده يا جماعة، يعني عندنا أراضي زراعية يمكن تكون في أي دولة في العالم، ما في زيها ولا في يسمح منها ولا في قدرها.
عندنا ثروة حيوانية من إبل وغنم وبقر وغيرها في السودان ده، ما في دولة في العالم عندها زينا. يمكن عندنا موية، النيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر أدبر ونهر شنو ونهر شنو، وبرضو الناس عطشانين يشيلوا الموية فوق راسهم لليلة. السبب شنو؟ الله أدانا النعم دي كلها، لكن السبب شنو؟ السبب يا جماعة الشرك الموجود ده، القبب دي. إذا كان يا جماعة زول يطلع من بطن أمه، لاحظ 9 شهور قاعد جوا، الله بيأكله وبيشربه جوا. والله لو جبت رئيس أمريكا ما يقدر يأكل الجنة دي جوا بطن أمه جوا، بيقدر ما يقدر. الله بيأكلك جوا 9 شهور وتطلع، أول ما يلدوك تطلع ربنا يخليك لك لبن في صدر أمك. ما كان فيه لبن، انت طلعت لانه احتجت لللبن. ربنا بيخلق طوالي وقتي عشان انت تشرب، ترضع 2 سنين. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، حولين كاملين 2 سنين ترضع لبن صافي. انتهى، ربنا يحبب لك الطعام يضوقوه، المويه يشربوه، تحبي بركبك وتقع على خشمك وعلى قفاك، وبعد شوية تقوم تمشي تهتي تهتي كوباح تقوم. ده الله. بعد ما تقوم وتعمل لك 2 و3 ودروس تقول يا فلان، وتخلي الجبال ده كله. وأسوأ من كده، أول ما يطلع ويعمل له فهم يمشي يلبس له حجاب، يقول لك ده بيحفظني أو بيحفظ البهائم في الخلا أو بيحفظني من العين ومن العارض. شفت الفكيل كتب ليك الحجاب ده؟ ده هو أكبر عارض ذاته، لكن أنت ما جايب خبر. لأنه الله حفظك جوا يا أخواننا، ما يقدر يحفظك برا كيف كتب الراحة. الله أكبر. أنا بعد ما أنا كلامي ده ما حيفوت 5 دقائق إن شاء الله. ليه؟ لأنه داري أناغشكم كلكم نقاش عديل، نحطوا قرط في الوطن دي. كلام ده صح ولا غلط؟ أجاهزين؟ أنا جاهز لكم تب إن شاء الله. طيب، يقوم يلبس حجاب، يقول لك الحجاب ده بيحفظني، وده كذب يا جماعة، والله ما يحفظك، لأنه اللي بيحفظ الله. قال الله تعالى في القرآن، القرآن ده ما ربنا نزل يا جماعة عشان نشيل المصحف ونخده، لا، عشان تقرأ جوا في شنو تفهمه في راسك ده. ربنا قال في القرآن: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يبقى الحجاب يحفظ كيف؟ والحجاب لو بيحفظ ما كان جلدوليك بجلد. الجلد ده ليه؟ أي حجاب جيبه ليه مجلد؟ ليه عمل لنا جلد برا؟ ليه؟ أسأل الفكي ذاته، أسأل أبوك الشيخ ده، أقول له ليه؟ يقول لك عشان يحفظ الحجاب. ها؟ يعني الحجاب ما بيحفظ نفسه، كيف يحفظني أنا؟ صحيح ولا ما صحيح؟ الحجاب ما بيحفظ نفسه يا أخواننا، عشان كده بيعملوا لنا جلد عشان الجلد يحفظ الحجاب. انت براس الكبير ده تلبسه عشان يحفظك انت؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جو 10 رجال دارين يسلموا يا دوب جداد، الأول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبايعوا النبي بيده وسلم عليه وعلى الإسلام، خش. الثاني خش. العاشر ده أول ما مد يده النبي عليه الصلاة والسلام شال يده، أبي يسلم عليه. قالوا ليه يا رسول الله؟ دير كلهم بايعتهم على الإسلام إلا ده. قال: إنه معلق تميمة، ده لابس الحجاب. يبقى الموضوع ده خطير يا إخوانا، شال يده أبا يسلم عليه. تخيل أنت في المحل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا بندعي محبته ونحبه، الناس يسلم على الناس كلها إلا أنت ده، عليك الله منظرك بيكون كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ما زول تاني، لا أبوك لا الرسول عليه الصلاة والسلام، أعظم البشر عليه الصلاة والسلام، وخير خلق الله سبحانه وتعالى، وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام. شال يده أبا، قال ما بسلم عليه. ليه؟ قال: إنه معلق تميمة، لابس لي حجاب. من علق تميمة، تميمة يعني الحجاب، من علق تميمة فقد أشرك. الرسول قال كده، ما أنا صلى الله عليه وسلم.
الرجل طوالي ما قال لا شيخ فلان قال ولا كده زي ما بنقول نحن الليلة. في ناس عندهم شيخ الطريقة كلامه مقدم على كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فطوالي ده الناس الليلة. لكن زمان ما كانوا كده، دخل يده طوالي قطع الحجاب وجدعوا فناه. النبي عليه الصلاة والسلام قام بايع على الإسلام، والرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لأنه لا يمكن، أنت الله خلقك وأكلك النيانية دي، أكلت الكسرة وتقول غير الله بيحفظني حجاب. لما تمشي الحمام بتودي وين؟ قول لك له ده قرآن. قرآن ما قرآن، لكن قول قرآن. لما تمشي الحمام بتخد وين؟ يقول لك بخدته برا عشان ده قرآن، عشان ده حمام ونجاسات. الحفظك جوا منو؟ الله بيحفظك برا برضو. الحفظك جوا ده بيحفظك برا يا أخواننا. أما إذا خشيت به ودي مشكلة. فاتقوا الله وانتبهوا. والله يا جماعة، والله المعبود بالحق والذي يرانا الآن جميعا ويسمعنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، الله جل جلاله ما في شيء ضيعنا وضيع البلد دي وضيع المسلمين في العالم كله إلا الشركة الموجودة. إخواننا لا يمكن ربنا يرزقنا ويطعمنا ويدينا الدواب نركبها ونشرب لبنا وناكل لحمة. ربنا قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. دي كلها نعم ربنا سبحانه وتعالى. وألقى في الأرض رواسي، الجبال دي أن تميد بكم، عشان الأرض ما تميل بكم وتتكسر، مثبتة بالجبال أوتاد والجبال أوتادا. وألقى في الأرض رواسي، ودي الجبال انتوا شايفينها عندكم هنا، أن تميد بكم عشان الأرض ما تتميل بكم، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم الله دانا ليها، نقوم نخليه ونجيب شيخ الطريق نخط مع الله ننده، والنسوان يندهوا الشيخ، واحدة تقوم من الواطق كب يا فلان. الله يا أخواننا الخلقك والله السواك والله العدلك تخلوا وتنادوا شيخ فلان. شيخ فلان عنده شنو مع الله؟ يقول لك لا دل صالحين. صالح لنفسه، ما ليك انت. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. دايرين البلد دي تتصلح، أنا وإنتوا أنا ذاته معاكم، نخلي القوب والفكية والطرق الموجودة دي كلها خليها، لأنه ما في طريقة في الإسلام. أفضل يغشك يقول لك والله أنا ود النبي وأنا حببتي فاطمة بنت النبي، كذاب ساكت. يا أخواننا الإسلام ده ما فيه طرق ولا جماعات ولا أحزاب. طيب أنتوا ما جماعة أنصار السنة؟ أنا ما جماعة أنصار السنة، أنا مسلم. ما معي زول ولا أي زول، مع القرآن ده بس والحديث النبوي. في عيب هنا؟ عشان ما أفضل يقول لي طيب أنتوا قلتوا لنا خلوا الطرق بتاعتنا الصوفية، طيب أنتوا ما أنصار السنة؟ نحن ما أنصار السنة. أنتوا شنو؟ نحن مسلمين. كفاية ولا ما كفاية؟ ربنا قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. الله سمانا المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم شنو؟ قال تجانية؟ لا. سمانية؟ لا. قادرية؟ لا. إلا وأنتم مسلمون. ده المسلمين إحنا، ولا عاجبنا أي طريقة وما بيجوز حرام تنتمي لأي طريقة، كان صوفية، كان أنصار سنة، كان أنصار مهدي، كان جناحهم جكو، كله مبجوز. مسلم بس. أوعك تمشي تركع عليك لي شيخ يمد لك يده كده تدنقر له. ليه؟ أنت ما راجل؟ تدنقر له ليه؟ ما هو يدنقر لك. والغريبة الزول عيان يودوه للشيخ، يقول لك الشيخ بوف يبزغ له في راسه المبروك، يقول لك حتبقى كويس. والشيخ ذاته لما يمرض يودوه أسبانيا يعالجوه، يودوه الأردن. المفروض برضه يقول الشيخ تعالى المبروك بوف تطفى له في راسه عشان يبقى كويس. أزول الحاجات دي يا جماعه لو قاسوا بعقله، قاس بعقله ساي، والله يعرف انه الشغل ده كله شغل باطل ساكن. وده المؤخرنا في البلد دي، ده المؤخرنا يا اخواننا. والله انا شفتهم بعيني دي، ما عندكم هنا، في بعض ولايات السودان والقرى في السودان ده ذاته، والله في ناس بيسجدوا للشيخ سودانيين ويبوسوا له كراع، يقلع لهم المركوب كده، مد لهم كراع ويقبلوا له كراع. خلوا لي الله شنو يا جماعه،
اي والله خلوا لي الله شنو يا اخوان يا اخي الهوتو ده الهوتو الطيره طيره طيره ما بشر. قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء. الهوتو المستغرب مره مالك لا رجال لا مرجال امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مستغرب لسه واكثر حاجه مستغربها الهوتو متمحن ذاته في راسه ده. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. خلوا الله خلقهم قال وبيسجدوا للشمس. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيرة استغرب إنه ناس يعبدوا غير الله. وفي البلد دي قبة قبة هسا جايين ما في منطقتكم دي لكن ورا جينا ما منطقة كلها قبب محاوطة كده بالقبب. يا أخي في قبة برا عاملينها بالبلاط بالسيراميك ده أولوية والحي ولا الميت؟ السيراميك ده الميت ده بينفع بشنو كده بالراحة يا جماعة والله ولا قعدنا نبي زور لكن بينفع الميت في شنو السيراميك وموصلين لها كهرباء وحدات وعاملين لها عداد جمرة خبيثة والكهرباء غلوها طبعا شفت كيف ومروحة ده بيتهبب جوا ويجوا يرموا له قروش قروش للشيخ ده ميت بيمشي بيطلع بيشتري طحنية من الدكان. يا اخوان الكلام ده والله غير الدين. الاطفال بيضحكوا انتوا بتضحكوا الان لكن في ناس الكلام ده مصدقينه يقول لك زيارة الشيخ اولاده جعانين في البيت والله جعانين في البيت القروش يحضونه الشيخ ماله الشيخ ميت اريته لو حي كان بياكلهم فيت فيت ولا غيره ميت. يا اخواننا الناس لو ما غيروا العقائد الفاسدة والباطلة والطرق الضالة في البلد دي فكيناها وخليناها ما بنمشي قدام. هو دي الأرض دي كلها صالحة للزراعة برضو الناس تعبانين كلها صالحة للرعي ناس كتار تعبانين في ناس مرتاحين لكن أغلبهم تعبانين في السودان كله. أنا ما بتكلم عن بلدكم السودان كله يا أخواننا دايرين الله يصلح حالنا. نحن أول حاجة نغير ما بأنفسنا ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا كلامي انتهى لأن نسمع كلامكم ده نتناقش يا جزاني الله خير كده نتناقش عديل الليله الصواب خليكم اي زول عنده راي يقوله كلام حلو لكن نوحد بس اي ده كلام تمام كلمتنا تكون واحده كلام تمام صح ده كلام تمام عشان الواحد كان يشرب تكون صلاه عنده صحيح. الله اكبر تفضل الله اكبر الله اكبر تفضل انتهيت من كلامك ايوه انتهيت جزاك الله خير ده كلام ملان ايوه جماعه جمعه التبليغ وكان بيجونا هنا وقلنا خرجوا ثلاثة يوم واربع يوم. الإسلام ما فيه جماعات. أن أديكم القرآن ما كلام عشان ما تقول لي بعدين شيخ فلان نبس فلان ما نبس زور. القرآن قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا الليلة عندي جماعة مثلا جماعة الاستغامة وده عنده حزب النجوم وده عنده حزب الترجي وده عنده حزب الإسلامي وده عنده الحزب العلماني وده الشيوعي. اتفرقنا ولا ما اتفرقنا؟ اتفرقنا. والله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده حزب التجانية وده السمانية وده جماعة التبليغ وده جماعة أنصار السنة وده جماعة المؤتمر الوطني وده جماعة حزب البعث وده جماعة الشيوعي. مثلا تفرق ولا ما تفرق؟ والقرآن قال شنو؟ ولا تفرقوا. يبقى أي زول قال إحنا جماعة فلان التبليغ الغيره ده فرق الإسلام والمسلمين وخالف القرآن. ولا تفرقوا والله قال كده. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. شيع يعني أحزاب. ربنا قال اللي بيفرقوا الدين ده دين الإسلام ويعملوا جماعات جماعة تبليغ جماعة صوفية جماعة أنصار سنة جماعة غيره ولخبطوها الله قال ما تخش معاهم في أي شيء أقف بعيد بس. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين وفي رواية شيئين اثنين بس ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. تاني كون أنا أجيب لي جماعة اسمها التبليغ وده يجيب له جماعة اسمها الفرقة القادرية وده السمانية وده الركينية ده حرام والله والله حرام. وبناقشه انا بناقشه السعدي جيب لي زول تبليغي ولا قادري
ولا أي طريقة من الطرق أو الأحزاب كلها، نسأل سؤال واحد: هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتبع على الطريقة القادرية؟ براو بقول لك لا. هو ذاته هل كان يتبع للطريقة بتاع جماعة التبليغ، حزب جماعة التبليغ؟ بقول لك لا. إذن دي باطلة، باطلة طوالي. مش الرسول ما بيتبع الكلام ده، باطلة، ولا داير له علم كثير. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. باطل، مردود، ما مقبول عند الله. يا جماعة، طريق ربنا سهل واحد، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما واحد. هسه ديل كم طريق؟ أسألكم بالله، أمشي المولد كم طريق؟ كم طريقة؟ كله خيمة معلقين صورة الشيخ، وما الشيخ مين ما بعرفه، الشيخ مين، الشيخ مين، وديل بهنا الشيخ مين، والطريقة المين، ديل نوبتهم كبيرة وديل نوبتهم صغيرة، وديل كيف، وديل كشاكيش، وديل أورغن، وديل جايبين نسوان بغنن. يا تو يا جماعة حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول تركنا على طريقة واحدة هي الإسلام، ديل بقوا 700 طريقة، يبقى ده كله باطل. لأنه الله قال في القرآن كده: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالدين واضح، لكن في ناس عندهم مصالح، ليه بيعملوا طرق وأحزاب؟ الشيخ بتاع الطريقة ده شغله، ده أكل عيشه، لازم يعملوا حيران ودراويش ونوبة، ويصحى الصباح بين النوم يقول لك: والله أنا شيخ حبوبت أم جيت حبوبت أمي حلمتني في النوم إنه في بيان هنا. يجيبوا طوالب دراويش، يجيبوا شنو؟ أعلام خضر ولا بيض، يغزوها في الحتة دي ويحوطوها بالطوب، عشان يبنوها قبة، عشان يفكوا قطبة في الحلة، قطبة يفكوها في الحلة. والله الشيخ ده جوا مرة كراعه برا، ليه ده نلبس شرابات؟ مرة كراعه برا، يلا نساوين يحكم في الحلة ويحكم في البيوت وفي الجزارة وفي سوق الاثنين وسوق الخميس، يلا بعد ده ينتشر انه ده ولي شنو؟ صالح. والقبة فاضية، فكي ما فيها، ان حفرت ما في احد. في مصر قصة عجيبة شديد، في طريقة من الطرق عاملة لها قبة لها قريب 50 سنة، الحكومة احتاجت للمكان ده، ما عارف ده يعملوا فيه طريق ولا كبري ما بعرف. في مصر هنا ده تلقاه في اليوتيوب، خش قصة حقيقية مصورينها بالفيديو، القبة دي ذات. فقالوا: يا أخي اللي يحولوا القبة دي من هنا. شيوخ الطريقة رفضوا، لأنه القبة دي عبارة عن نقاطة، في نسوان بيجين برمي الذهب، في رجال عورة ودراويش، الواحد يقول لك ولدي ما عارف شنو عشان يحفظه، يجيب قروش يرميها جوا القبر، والحيران بجروها بيتحي يعدوها يدخلوها، وذاك يرمي، ده شغلة كده. فقالوا: لا 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 لا، القبة دي ما بتتحول من هنا، لأنه ده البنك حقهم، القبة دي النقاطة هنا. فقام الحكومة طبعا ما قدر يصارعوها، جابت الكراكات والبوكلين، قلعت القبة دي، وقالوا: الشيخ ده نشيله نوديه المقابر مع المسلمين، قاعد براو هنا ليه؟ داري كيسة كورنا واقف بعيد براو. فقام حفروا، قايلين في شيخ تحت، لقوا راس بتاع بقرة، 50 سنة النازل بيعبدوا في راس بتاع بقرة، 50 سنة، ولي صالح، أولي صالحين، وما أولي صالحين، وا وا وا، راس بتاع بقرة، قروش ما شالوا الحيران أكلوها زمان كبروها. فيا أخواننا ده هوس، يا أخي نحن ربنا خلانا أحرار وعبيد، ما عبيد إلا ليه. انت تشيل الحرية اللي اداك ليه الله دي وتبقى عبد للشيخ كده بالراحة. الله قال لك: اسجد لي براي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يجي يسجد للشيخ. الله قال لي: ادعوني براي. يجي يدعو الشيخ. الله قال لي: احلف بي براي. لا، وحاد حسن وتحسونه، يخلي الله ما يحلف بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يبقى براء، والمشرك ده زل نفسه، الله خلاه عزيز رفعه فوق، وهو ده رجع في الطين. نعم، دي كلها طرق وجماعات باطلة، والله ما عنده أي علاقة بالمنهج الصحيح أبدا. نعم.
أنا الشيخ تفضل. يعني التفرق الجماعات وكذا مش بيفرق المسلمين ويكون في ضعف وكذا؟ نعم. وإنه الناس لو يكون مجتمعين يعني على كلمة واحدة وعلى التوحيد بيبنوا البلد وكذا. نعم. ف التفرق اتحادنا يا جماعة هيكون على التوحيد والمنهج الجبهي والنبي عليه الصلاة والسلام. إذا توحدنا على الكلام ده بنكون قوة تاني لا بيقدروا على اليهود ولا النصارى. لكن اليهود فرقوكم الطرق دي كلها ما جابوها اليهود جابوا من انت قاعد يدعموا الشيخ ده يقول له عمل لك قبة يدو كم مليار يدو مليون دولار ويشتري له عربيتين ويشتري له 16 نوبة شفت كيف ويما له دراويش ويعمل له فتة يومي الناس بتتلمى خلاص كده جماعة الطريقة الفلانية ويدو ده برضو انت برضو امشي بجاي يقول له ده ماشي بيناك انت امشي بجاي ده امشي بجاي وداك امشي بجاي فرقوا المسلمين يا اخوانا هم اللي فرقوكم بالطرق دي والاحزاب دي الزول الذكي يرجع يمسك القران والسنه ما يتابع اي راجل الا الرسول صلى الله عليه وسلم كده بتمشوا لقدام لكن الهوس اللي عاملينه نازل والله ده ضيعنا يا اخوانا ده ضيعنا نعم فضل بالنسبه للناس الدعوه يا شيخ نعم الدعوه دي بس يقولوا ما قال الله ما قال الرسول ولا عندهم شيخ ولا عندهم حاجه من شو ليه نعم صح ولا غلط طريقه نعم ما عندهم طريقه ولا اقول لهم طريقه نعم ما اقول عندنا طريقه خلوا يتكلم يا جماعه ما انا لا انا كلامي يزول بسمع خلي عمنا ده يتكلم تفضل خليه يتكلم خليه يتكلم تفضل انا سامع اقول انا بجاوب تفضل قول كلامك تب ايوه اقول لك الشيخ فلان ولا عندهم شغله مع الشيخ فلان بس ما قال الله ما قال الرسول نعم جزاك الله خير كان فيه حاجه وضح لنا ما فيه حاجه نعم جزاك الله خير اول حاجه النقطه الاولى اللي انا وضحتها انه كونهم عاملين حزب براهم اسمه جماعه التبليغ ده باطل وذكرنا الايات قبيل من القران انا يزول يا جماعه بسمع كلامه لانه الناس دايره تعرف يعني عمنا لما سال سؤاله ده طيب ما كان قال كان في حاجه ورونا صحيح نعم فدي النقطه الاولى الحاجه السيئه والكعبه فيهم انهم عاملين جماعه والجماعه دي عندها رئيس اسمه دكتور ذهب وعمنا قد يكون ما عارف الكلام اسمه دكتور ذهب واظن توفى الان وخلف وزول عندهم بيعه تبايعهم عديل زي البيعه بتاعت الصوفيات بايعهم وبايعوك وبعد تكون شيخ لي وكده والبيعه دي بتتم في مسجد بلال في جبره احنا ساكنين جنب الحته دي في جبره هناك في الخرطوم بيع عديل وده باطل تاني الباطل الثالث انه النازل عندهم شركيات هم ذاتهم لكن ما بظهروها للزول من البدايه بيجيك ويحكي لك اشياء حديث وعن فضائل الاعمال وكذا ويديك ريحه هنا وكذا انت تقول النازل طيبين لكن النازل تحيطهم في بلاوي المركز العالمي حقهم حق جماعه التبليغ ديل في الهند في مدينة اسمها دلهي ودي فيها الرجل الأسس جماعة الدعوة والبلاغ دي ذات اسمه محمد الياس الكندهلوي الدهلوي صوفي ينتمي للطريقة النقشبندية والطريقة النقشبندية أصلا دي طريقة شركية عديل بدوك ذكر دي طريقة النقشبندية اللي بنتولى جماعة التبليغ بدوك ذكر وبيخط صورة الشيخ نقشبندي كبيرة وولعوا فيها الأنوار زي دي والكشاف شيخ ميت هو في الصورة يقول لك تركز في الصورة وتذكر لحد ما صورة الشيخ تنطبع في ذهنك فتصل مرحلة إنك بتذكر في الشيخ ما في الله ومعروف الكلام ده عن الطريقة النقشبندية اثنين المركز بتاعهم الأول الليلة في العالم من السودان بيمشوا له البيجوك ندل بيمشوا له هناك ومن باكستان ومن السعودية ومن مصر بيمشوا المركز ده لأنه ده عندهم المركز الأول في العالم فيه شنو جوا فيه 6 قبب وقبور مدفونة جوا الجامع والجامع 6 طوابق بيطوفوا بيها زي الكعبة وبيستغيثوا بيها زي ما بيستغيثوا بي الله وبيدعوا بندهوا أصحاب ديل زي ما أنت بتدعو الله سبحانه وتعالى وده كله شرك لكن الجماعات دي ليه الإسلام حذر منها والقرآن حذر منها لأنه بيسوق الزول شوية شوية لو من البداية قال لك ده شغلنا كذي أنا متأكد أنت ما شنو تاني ما بتمدحهم ولا بتقف معهم لكن بيسوقوك مرحلة 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 وموجود الكلام ده في كتبهم ككتاب تبليغي نصاب
ده الكتاب الأول عند جماعة الدعوة في العالم كله، فيه شرك وعبادة للقباب وعبادة للشيوخ الموتى من دون الله، وده كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآيات فضل. في ذو قال عنده دليل، قال عنده الإنسان شيخنا يعني في كلامهم بدون بإناث يقولوا ده جهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ده ما جهده ليه؟ سؤال جميل، نعم سؤال طيب جدا يا عمنا، ليه ده ما جهد الرسول ولا ده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام ركز في الإسلام وكل الأنبياء وكل الرسل قبله ركزوا على حاجة واحدة هي أهم حاجة في الدين، بعد ذلك يتكلم عن الصلاة والصيام والوضوء كده، أهم حاجة التوحيد، إنك ما تدعو الشيخ، ما تمشي القبة، ما تتسف تراب، ما تتوكل على غير الله، ما تلبس حجاب، ده الرسل كلهم ركزوا عليه والقرآن قال كده. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو القباب والشيوخ والموت اللي بيعبدوا ده للطواغيت. فجماعة التبليغ دي الكلام ده ما بيتكلموا فيه أبدا. وجيهم قل له هاك الميكروفون، بديكم بديك السؤال، قل له هاك الميكروفون واتكلم لنا في الشرك في القباب دي، اتكلم ورينا صح ولا غلط. ما بيقدر، بيقول لك اوريك، بيقول لك شنو. انا الكلام ده يوم بقوله لانه انا بناقش فيهم وبناظر فيهم قريب 20 سنة من الليله، فبيقول لك دي امراض الامه، ما تتكلم في امراض الامه، ما تتكلم في الشرك، لانه يقول لك دي الناس بينفروا. الرسل كلهم يتكلموا في الشرك ده. قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأي رسول، أي رسول عليه الصلاة والسلام بما فيهم إمام وسيدهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده كان موضوعهم يا جماعة، التوحيد والنهي عن الشرك. آخر أيام مات فيها الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو في مرض الموت؟ خلاص قال لعنة الله على اليهود، بحذر من القبب والمساجد اللي فيها قبور دي ذاتها، لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أنا داير جماعة التبليغ يتكلموا في الكلام ده، وهل حصل سمعتم نهوا الناس عن الشرك وعن عبادة القبب والأضرحة؟ ما ولا هتسمعهم. ليه؟ لأنهم ذاتهم صوفية، ومسجدهم الأول في العالم، أكبر مسجد لهم بيتجمعوا فيه، بل ملايين البشر بيتجمعوا من جميع العالم، بيجوا من الوطن العربي وافريقيا واوروبا واسيا والهند، وين بيتجمعوا في دلهي دي في المسجد ده، 6 طوابق فيه 6 قبب بيعبدوهم ذاتهم من دون الله. فما تتغش يا اخواننا، كلامي ده كله لو ما عرفته. انا بسالك سؤال، هل الرسول كان يتبع لحزب جماعه التبليغ؟ لا، اذا ما صح. لو كان الصح كان الرسول قال انا تبليغي. لو كان الصوفية صح كان الرسول قال أنا تجاني صوفي أو قادري أو سماني أو أتبع للطريقة الفلانية، ده لو كان صح. وإلا اللي بيقول الطرق والجماعات دي كان تبليغ ولا صوفية ولا قادرية ولا غيرها، اللي بيقول دي صح نقول له إذا في حاجة صح الرسول ما عرفها، أنت عرفتها. والكلام ده بيستقيم؟ لا ما بيستقيم. إذا كانت خير الطرق والأحزاب دي تبليغ ولا غيره؟ إذا كانت خير ليه الرسول ما عرف الخير ده صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما ورانا الخير ده؟ جاوبوني. اذا ما صح احنا ما قلنا لا نتناقش كده، دي نتناقش كده ان شاء الله للصبح، خلاص، وانتم ان شاء الله فيكم الخير ودارين تستفيدوا، لكن النقاش ده بيخلي المعلومه ما تتنسي ثاني. تفضل نوزع ونجيك ثاني يا خال. ايوه هنا خالنا ده ما سال عشان ندي فرصه. نعم. أرسل بحسة إلى الحبشة لكي يبلغوا الرسالة. أنا لو المايك ده بيصل كان نديكم كلهم. نعم. لا يمكن يخش جوا عشان يسمي. مش تعرف سمينا. نعم فضل. خلونا في الهواء ده. نعم فضل. بلاغ الرسالة. أيوة. هذا
قام النفر من المسلمين عشان يبلغ الرسالة في الحبشة. نعم. وهذا تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة. أيوة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رسل صحابة معينين، جعفر بن أبي طالب رسلوا حبشة، ورسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ورسل عبد الله بن عباس إلى اليمن، ورسل علي بن أبي طالب إلى البحرين، رسلهم عشان يبلغوا الدعوة صح. لكن اللي اختارهم ديل نمرة واحد ديل علماء، دي أول حاجة. وجماعة التبليغ بيقول لك العلم ما بتقعد لو تتعلم زي ده، قالوا العلم ده لما تطلع تتحرك بيجيك نازل من فوق، ده أول حاجة. أنا ما بعرفه 20 سنة، بيجي نازل من فوق بردرب بردرب بردرب، وده كلام فاضي. لأنه إنما العلم شنو يا جماعة؟ الآن أنتوا ناس زراعة وناس تجارة، الله يزيدكم ويبارك لكم، وناس بهايم وإبل وغيره، صحيح؟ طيب الآن ولدك ده لو ما علمته كيف يزرع بتخليه يفوت تكون قاعد؟ أول شيء بالسوق معاك وتعلمه، صح ولا ما صح؟ ولو تجارة بالسوق معاك محل التجارة، لو ذهب لو غيره بالسوق تعلمه حتى بعدك تفيقه، صحيح ولا ما صحيح؟ دي في الدنيا يا أخوانا، الدنيا الفارغة الفاضية دي. كيف الدين؟ زول يقول لك لا ما تقعد تتعلم، أروح بس أمرك معانا نلف نعوم، العلم بيجي بردرب من فوق، ده كلام ما بخش العقل، ده واحدة. عشان كده ما عندهم ولا عالم واحد، وعشان كده بتلقى كلامهم كله متكرر. أسمعوا لك هسه، إن فوز الإنسان وفلاح الإنسان فقط في امتثال ما أمر الله وكذا، وبعد الباغيات الصالحات نسمع كلام الخير والإيمان، يهو ولا ما يهو؟ واحد إن جاء واحد من الشرق بيقول نفس الكلام، إن جاء واحد من الغرب منهم هم بيقول نفس الكلام، إن من الشمال إن من الجنوب من الجزيرة بيقول نفس الكلام، لأنه ما عندهم علم. ما في علم يا إخواننا. الأئمة ديل أنتوا الآن السودانيين مالكية صح؟ الإمام مالك ده قعد في الواطة دي يتعلم حفظ القرآن كله أول حاجة، مين كان طفل قدر ديل أو أصغر؟ بعد ذاك مشى حفظ الكتب بتاعت السنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أخذتها في قلبه، وسافر بعد ذاك مرض مش تعلم الفقه والتوحيد والتفسير وغيره، وجا راجع قعد علم الناس لحد ما نحن قلنا احنا مالكية. لكن قال بس انا نخرج، راح نخرج العلم بيجي متلب من فوق، وعلم بتاع كيف يجي متلب من فوق؟ قالوا العلم ده ما بتحتاج له وتتعلمه، قالوا دليلهم، قالوا لانه الكديسة ده الدليل، لا كتاب لا سنة، كديسة. والله اسألهم قول لهم كلامي ده كذب ولا غلط، انا بيجي اسألهم، قالوا لأنه الكديسة بتعرف الحلال من الحرام، فكيف أنت تقعد تتعلم حلال وحرام وأنت بشر وعاقل وفاهم؟ كيف بتعرف؟ قالوا الكديسة لو وديتها لحمة، تخيل ده الدليل بتاعهم، لا قال الله ولا قال الرسول، قالت الكديسة. قال إذا وديتها لحمة بتقعد تأكل جنبك، وإذا سرقت اللحمة بتجري تأكل بعيد، لأنه في المرة الأولى عرفت إنه ده حلال أنت وديتها، والمرة الثانية جرت بعيد لأنه سرقته وعرفته حرام، يبقى انت ما في داعي تتعلم لانه الكديسه بتعرف. يا اخي ده كلام فارغ ساكت يا اخواننا، ده ما دين، ده والله ما عنده اي علاقه بالدين. بعدين اديكم حاجه، اديك يا اخي الفرصه الجايه عندك، لكن اديكم حاجه اخيره، الدين ده ما دين عطاله، دين الاسلام الصحابه ده كلهم كانوا شغالين، ونبينا افضل الخلق والبشر عليه الصلاه والسلام كان شغال ولا ما شغال؟ غير الدين كان شغال في شغل عديل ولا ما شغال؟ كان برع الغنم، وكان بتاجر في مال خديجة، يعني اشتغل تاجر واشتغل راعي، صحيح ولا ما صحيح؟ أبو بكر الصديق كان تاجر، عثمان بن عفان كان تاجر غني غني غني، عنده مال كثير لحد ما جهز جيش كامل براو. شوف الراجل ده كيف كان عنده قول شغال، ده اللي بقول لك أمره، والله بيرزق الأولاد أمره يا أخواننا، أولادي أنا شغال بزرع، لا لا أمره يقول لك الله بيرزقهم، ده باطل، الكلام ده باطل في الشرع. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ماكن قوي، حديث في صحيح الترغيب، قوي طول في عرض، الصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل الله، زول ده لو قوته دي كان في الجهاد وقتل المشركين بالسيف كان أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام ده يوريهم أن الجهاد ده صح، قتل المشركين في الجهاد ده جهاد، ده يوريهم الجهاد ده عنده أبواب تانية كله جهاد. قال لهم لو خرج، قال لهم الرجل ده لو خرج على أبوين، يعني ماشي يشتغل يجيب قروش لأبوين شيخين كبيرين يأكلهم
فهو في سبيل الله. قال لهم ده الجهاد برضه في سبيل الله. ولو كان خرج، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان خرج على أطفاله صغارا، عنده أطفال زي ذي بأكله، ماشي يجيب قروش يشتغل، يزرع يرعى يتاجر في السوق يجيب لهم يأكلهم، فهو في سبيل الله، ده برضه جهاد في سبيل الله. ولو خرج على نفسه يعفها، عشان ما يحتاج يشحد من الناس، ده يشتغل في الدنيا دي، قال لهم ده برضه جهاد في سبيل الله. ده بيقول لك ارحم ربك بس أبوك اللي يمرك، عرفته؟ تشتغل في الدنيا دي، ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحد يقول لك انا خارج 6 شهور جاي من باكستان، طيب اقول هذا هسه لو تقول لك بالليل المرض ارتل دي في باكستان وانت جاي هنا ليه غريه 7 هذه ولده منه؟ وده حلال ولا حرام؟ وهو الدين امر بالكلام ده؟ ما امر بالكلام ده يا اخوانا. عثمان بن عفان غاب من غزوه بدر ليه؟ او من غزوه اختلط عليه بدر ولا احد، من احدى الغزوات ليه؟ زوجته كانت عيانه بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول قال لي ارجع، ما تمشي الجهاد، ارجع. قال لي من رضا، ده الدين، كونك تبر امك وابوك، عرفته؟ وفي تعصر لهم رجلينهم ديل، وتجيب لهم اللبن، وتجيب لهم الطعام والدواء واللبس وتراعيهم، وتقعد جنبهم لحد ما تموت انت او هم، ده من اعظم الجهاد في سبيل الله. ودي الدعوه ذاتها، شنو مارقه من باكستان وشايل لك بوكجة فيها كفترتين وحلة وكمشة وسروال ومارقة، تقول لي دي دعوة؟ ما دعوة ولا حاجة. الدين ده عقيدة شريعة وعبادة وعلم ومعاملة وبر الوالدين، توحيد أول حاجة وبر الوالدين. وأعظم شيء نازل التوحيد ده ما عندهم أي قضية، تبقى منهجهم ده ما منهج النبي عليه الصلاة والسلام. في عمنا هنا عنده كلام، تفضل. نديك الميكروفون؟ لا لا تكلم زايد. بيقولون الصفات الاول، الصفه الاولى بيقول لك اليقين عليها الله بتحقيق الكلمه الطيبه. نعم. المقصد من اليقين يعني كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. الصفه الثانيه اليقين الفاصل من القلب. الصفه الثانيه يعني بيقول لك الصلاه والخشوع، يعني بيقولون كلها. طيب اخراج الصفات السته دي، بيقول لك الدعوه لله والخروج في سبيل الله. نعم نعم، يعني ده كله. نعم تفضل. شكرا يا خال، شكرا جزيلا. لا انا بجاوب لك، أنا بجاوب لك. أول حاجة الصفات ستة دي لا عليها دليل من كتاب لا سنة. القرآن ده كله 114 سورة، جيب واحد منهم هم ذاته هذا التبليغ ده اللي يطلع لي آية واحدة بس قالت إنه الصفات ستة، ما في طبعا، دي بدع. نمرة 2 نجي نناقش الصفات ذاتها. قالوا الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أنت عارف بفسروها بيقولوا شنو؟ بيقولوا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وده أبطل الباطل. كلام ده ما صحيح، ده كلام خطأ وباطل، لأنه ربنا قال عن أبو جهل لعنه الله، وأبو لهب لعنه الله، الخاشين جهنم سيصلى نارا ذات لهب. قال ديل، قال الرسول لو سألتهم قلت لهم الخالق منو غير الله؟ يقول لك لا، الله خالق براه. قال تعالى عن الكفار ديل ذاتهم الزمان، ولئن سألتهم، يعني يا رسول الله لو سألت الكفار ديل ناس أبو جهل أبو لهب من خلق السماوات والأرض، إذا سألتهم السؤال ده جبت أبو لهب تعال الخالق منه للسماء والوطة وسخر الشمس والقمر، أبو لهب حيقول لك الله، ليقولن الله، الله قال كده. كونهم يفسروا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، دي أبو لهب ذات معاون فيها وما مرقته من الكفر، لسه كافر. ده تفسير خطير جدا. لا إله إلا الله ما معناته لا خالق إلا الله بس، لا، لا إله إلا الله معناته لا معبود بحق إلا الله. والدليل على التفسير ده ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ده تفسير لا إله إلا الله الحق. تفسيرهم ده باطل. واحد، مسألة الصفة الثانية ولا الثالثة إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، بقول لك كده، هم بقولوا لك كده. لكن لما تسألهم ما هو اليقين الفاسد ما بوروك له، ما هو اليقين الصالح ما بوروك له، لكن بحفظوك لك كده الصفات الستة، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله، شنو هو؟
انت عارف اليقين الفاسي شنو؟ هو معناته انه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. ده اليقين الفاسد عندهم هم. كونك تدعو للتوحيد وتنهى عن عباده القبب والاضرحه ده اليقين الفاسد عندهم بالمناسبه. بل الناس ذيل قادين ومخطئين خطا كبير في الاسماء والصفات. ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله انزل لنا 99 اسم وصفات لله عز وجل كثيرة. النازل الموضوع ده كله ما شايلين معه. وإذا جبت لهم أي صفة، صفة الاستواء، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، النازل بينكروها. جماعة التبليغ ده بينكروها، المعنى بتاعه على وارتفع بينكروها. وربنا قال أأمنتم من في السماء، بينكروا الكلام ده، إنه الله في السماء بينكروا. جماعة التبليغ يا جماعة المسائل دي عشان أنت تعرف إنه الحزب ده أو الجماعة دي صح ولا غلط، بيحتاج أنت أول حاجة تتعلم الدين بصورة صحيحة عشان يكون عندك نظارة تشوف فيها الصح من شنو يا جماعة؟ من الغلط. ونحن ما عندنا معاهم مشكلة شخصية يعني، ولا كلونا قروش النازل يا إخواننا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الأحزاب دي كلها، تبليغ من شنو ما عارف، إخوان مسلمين، مؤتمر وطني، شيوعيين، شيعة، تجانية، صوفية، قادرية، ده كله نهى عنه، ما في أحزاب في الدين. شيخ نعم تفضل تفضل عمنا. أنا طبعا عندي تجربة، جربت الصوفية، جربتها وخميت رملة لا ما فترتها، وبعد أنا حافظ القرآن الكلام ما شاء الله، والله خاطته في راسي وكيس رملة يمكن فيه 10 كيلو جايبين البيت ما حد 3 سنة. تعمل بيها شنو الرملة دي؟ أنا بشرب بس يا جماعة الرملة؟ راس رملة بعد كيلو ليه ويشرب ويمشي، الله ما رجلي منها الحمد لله. ركبت في الجماعة دي جماعة التبليغ دير، مشيت معاهم مشيتين أسأل مجرد، أنا مشيت بنفسي ثلاثات، حضرت اجتماع فيه ثلاث يوم وخرجت ثلاث يوم. الاجتماع حضرنا طبعا مع الكثير والدعاء وهنا كلام كثير في أرض المنبر. ابنا حظي رماني في مسجد في حلفة، مسجد سيدي إبراهيم، مسجد جنبه طريق قبر، جنبه قبر. وذكر الامير بتاعنا من السودان بن عمراوي ملتحي. المهم انا عندي طبعا ما مرت من الصوفيه في التوحيد، عندي الحمد لله كامل مبادئ، عندي مبادئ في التوحيد. انا دي تجربه دار اوريها الناس. انا قاعد هنا، قعدنا قبل المغرب نتوضى، انا قاعد في الوضايه من هنا، والامير ده قاعد بيجاي بيتوضى، الضريح عليه انا على وشي كده، هو على ظهره جوه دنده وكده، جاب لون عتود معه النسوان، ضبحوه قريب المغرب كده، ضبحوه على الضريح ده للزول الميت ده، ضبحوه. دي تجربه انا قاعد وهناي، قمت طوالي سالته لا شيخنا، طبعا اميرنا، ويقول لك هناك طبعا بدوك وصايا ما تخالف الامير والكلام كله عند الامير، ولازم كان دارت السير سايل مؤاخذه تمشي تكلم الامير ده عشان يمكن تقع في جريمه وبعدين تجيب صبغه لجماعه التبليغ وكلام زي ده. قمت سالته لا شيخنا، الناس ديل يا اخي بيضبحوا ديل بزغرته ديل ده شنو ده؟ والله باللفظه دي، ده كلامه باللفظه دي، انا حاقولها لك باللفظه وبعدين اعيد لك في اللفظه الاولى ما بتسمعها. قال لي طبعا ده شرك، سارق صوته من ديل، طبعا ده شرك، يعني الذبيحه دي شنو؟ عارف طبعا ده شرك، لكن نحن ممنوعين نتكلم فيه، وسارقه من ديلك ما يسمعوا. قال لي طبعا ده شرك لكن نحن ممنوعين نتكلم فيه. قلت له انتوا ممنوعين تتكلموا في الشرك؟ قال لي قلت له مع السلامه انا انحرفت. الحمد لله فارقتهم فراق الطريف لجمله ليوم الليل الحمد لله. هاي دي تجربه حقيقيه من خشمه ليضاني دي. قال لي ده طبعا شرك لكن نحن ممنوعين، منو المانعون؟ ما ديل بيقول لك ما عندهم قياده، مانعهم القياده بتاعتهم، مانعنهم يتكلموا في اهم منهج واهم واعظم كلمه واول الدين واخره، مانعنهم يتكلموا فيه. عشان كده بخموك ترقد كده وتنبطح على يدك اليمين وما عارف تاكل باليمين، لكن يا اخي انا في حاجه بتدخلني جهنم، اول حاجه امرقني من جهنم، ثاني وريني فضائل الاعمال وكل باليمين وامشي به هنا وارقد على صفيحتك دي وادخل به كده، اول حاجه امرقني من جهنم، يا اخي انا في درب بدخلني جوه جهنم، امرقني منه بعد ذاك تعال وريني فضائل الاعمال والهنا. خامين الناس بيدي ويقول لك ما بيتكلموا في الناس، اي ما بيتكلموا في الناس، لانه لو اتكلموا في الناس ده بجيب لهم شنو؟ مشاكل، وما بكتر الخم بتاعهم، هم خامين الناس، بتعزلوا الناس. عشان كده يا اخواننا الجماعه دي ده انا تجربتي فيهم، جزاكم الله خير بارك الله. عندي سؤال عايز الشيخ يرد عليه،
السؤال ده برضو الناس ديت ثلاث طرق تجارته سؤال بس انت تجارته صار رسول الله ممكن تابع له صار رسول هذا ده قال ما في حاجه بين صار رسول احنا والله ولا هو نشوف ولا صوفيه متحدين بالله لكن برضو يا جماعه صار رسول يبين لنا عنهم بس انا ما عندي بطاقه هسه منضمي لجماعه انصار السنه ما عندي ما ممكن يشوفوا دقني ما هو اي زول انه انصار سنه هسه امير ده عندكم انصار سنه ما مشكلته شنو مشكلته لما يشوفوا عليك السنه طوالي بيودوا شنو انصار سنه لكن كل الناس هم انصار للسنه لكن كمجموعه كلام الشيخ اسمع كلامي كلام الشيخ كمجموعه يجاوب بعدين الشيخ انا عندي سؤال الناس دي كلها بيسالوا منه قاعدين يخالفوا فيه دقيقه بس عندي مساله واحده بس دقيقه عندي مسألة واحدة هديك فرصة يا محمد بالنسبة للدعاء الجماعي بعد الصلوات نحن عايزينك تبين لنا في المسألة دي جزاك الله خير بارك الله فيك طيب شكرا لك شكرا لك يعني كلام طيب وجزاه الله خير نعم طيب بالنسبة لسؤاله عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة وانا داير اي زول اللي عنده كلام يمرقه نحن جايينكم من اخر الوطن ما بزول يدي سألة كلام جوا قلبه كل يمرق طيب قال الدعاء الجماعي بعد الصلاة نسأل هل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الدين ده جابوا لنا الرسول يا جماعة ما مزو هو أول جابوا لنا تاني الناس جاء كلهم بعديه هو أول زول جاب لنا الدين ده نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الشي سواه ونسوي الما سواه ما نسوي فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما نسلم كان بيسلم من الصلاة كان بيقول يا جماعة لا رفعوا الفاتحة الجواب لا فتش القرآن ما بتلقى كلام زي ده فتش السنة كلها ما بتلقى كلام ولا بتلقى حديث عن الموضوع ده أبدا طالما الرسول ما سواه أوعك تسويه طيب كان بيسوي شنو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من أي صلاة السلام عليكم ورحمة الله أدي أعمامنا ذي السلام عليكم ورحمة الله أدي الناس الكبار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أول حاجة كان بيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كم مرة يا جماعة ثلاثة مرات اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أول ما قال الكلمتين ديل بيقوم من قدام بيمشي بيقعد بيزح من محله ده بيمشي بيقعد ورا ويقول باقي الأذكار كلها لحدي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كم مرة 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 يختم المية بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقرأ الإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي الموضوع انتهى ما في غير ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول يا جماعة يلا الفاتحة واحد يشيل ورا وجماعة آمين مش نحن بنقول الإنسان ما يدعو الله هو ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان لكن كيف طريقة الدعاء نحن ما قلنا الناس ما يدعو الله أدعو الله لكن الطريقة كيف ما في طريقة بتاع الدعاء كان بعد أي صلاة جماعي لا ما في حتى المالكية ونحن مالكية سودانيين حتى المالكية قالوا كلام ده باطل ما في كلام زي ده والبخاري جاب حديث ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني كانوا أول ما يسلموا بيقولوا الأدعية بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام بصوت عالي السنة كانت كده قال ما كنت بعرف الصلاة انتهت إلا بالصوت العالي بتاع الأذكار بعد الصلاة فلو كان في دعاء وشيل الفاتحة عبد الله بن عباس كان قال والفاتحة اللي بيشيلوها بعد الصلاة ده دليل قوي على انه ما كان في فاتحة بعد الصلاة اللي هو الدعاء الجماعي ده ما في بعد الصلاة والحديث في البخاري فانتبهوا للحتة دي يعني دار الناس اللي ما ساروا فضل يا شيخ وجيك يا شيخ ابشر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جزاه الله شيخ كل الجزاء خيرا نحن طبعا في نحن طبعا في دخل علينا نظام جديد يا اخواننا وتغير النظام الفات تغيرنا النظام فنحن اهل التوحيد خاصه اهل التوحيد الناس اللي بدعوا للتوحيد ما دورنا في
إصدار القرارات الفوقية من الحكومة يا أخوانا. فنحن دارين أنه يعني توحيدنا ده كيف نعلم الناس وكيف ننشره يعني بسلطان، وإذا جاءت أحزاب وإذا جاءت أحزاب شيوعية واتحاد ديمقراطي وأمة والأحزاب الموجودة 1000 حزب في السودان يا أخوان، ما هو حزبنا نحن اللي نقدر نصوت له عشان ما يرجع علينا بالتوحيد ويعلمنا التوحيد ويورينا الدين الصحيح من الدين الباطل، شيعة وشيوعية وكل البلاء في البلد يا أخوان. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. طبعا البلد ملانا أحزاب من زمان، وكل الأحزاب اللي في الدنيا دي يمكن في السودان ده فيه كلام عمنا صحيح. أما ما دورنا نحن إنه نعمل حزب عشان نواجه الأحزاب، أنت لابد تتبع القرآن والسنة. القرآن حرم على المسلمين إنه يعملوا أحزاب. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالقرآن حرم الحزبية، ما يجوز تعمل حزب أنت كمسلم. طيب نعمل شنو؟ وده السؤال المهم. نعمل شنو؟ نطبق الدين يا أخواننا. والله لو ما اتقينا الله ووحدناه وآمنا به الحال ما بنصلح. وأي دولة وأي مكان في العالم يسلط عليك، فأي دي قاعدة عامة في العالم كله، يسلط عليك الظالم. ليه؟ لأنه أنت ظالم. أما إذا أنت وأنا وكلنا صالحين، ربنا بيجيب لك الحاكم الصالح. عشان كده ربنا قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بشنو؟ ما بينفسهم. يبقى الحل اللي بيسأل عنه عمنا إنه نصلح نفسنا كلنا، أنا وإنتو والعالم ده كله. صلحنا نفسنا وحدنا الله واتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الله بيفتح لنا الأرزاق دي. أول حاجة ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ما بتحتاج لحزب، الله بيفتح ليك بعد ده ويمكن ليك انت ذاتك. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لكن الحصل شنو؟ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين خصال 5 اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركونهن. شنو هم؟ قال: وما منع النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم تصل الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ابتلوا بالسنين المجاعات وشدة المؤونة، غلاء الأسعار، الأكل غالي والدواء غالي وكله غالي وشدة المؤونة وجور السلطان. وجور شنو؟ يعني ظلم السلطان. ودي قاعدة عامة، الناس اللي بيسووه بيدهم كعب بعد ذاك بيوصلت عليهم الكعب. الحل شنو؟ خليهم ناس السياسة، صلح نفسك أول حاجة، ذاك بيصلح. والله قادر يشيل أي ظالم إذا أنت بقيت ما ظالم. نعم، شفت كيف؟ فده الحل. ثاني ما في حل. الناس جربوا الأحزاب، المسلمين عملوا أحزاب، أسي في كم حزب إسلامي؟ أسألكم بالله كم؟ أحزاب، خلي الشيوعيين وذلك، الإسلاميين اللي بيقولوا إسلاميين، كم حزب؟ نفعوا؟ نجحوا؟ ولا غرقوا زيادة؟ غرقوا زيادة، إذن الحل ما الأحزاب، الحل الرجوع إلى الله، ده الحل. الشيخ، مثلا الشيخ ده دعم للشيخ ودعم للشيخ، مطلع جوت ثاني، يقول لك يا أخي الشيخ ده ما تتكلم فيه. قول الله، قول ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا ما تكلم ديك، يقول لك ديك تطيع. احنا دايرين نحسب الكلام ده، ولو الشيخ كلامه غلط ما تتكلم في الشيخ. يلا دايرين نحسب الكلام ده، هو الحق ولا غلط؟ ولا كفيعة مرة ثانية يقولوا كفيعة كويس، كفيعة ولا ما كفيعة؟ خلاص خليه يشغل بس البتاع. نجاوب على السؤال ده؟ طيب نجاوب ونجيك؟ تفضل تفضل سبقك تفضل الكلام ده كويس كويس نجاوب لك. خليت كلامك واصل، كمل كمل كلامك. القرآن ده المشايخ كان مجلس ده، في واحدة تعلم في الشفاه، واحدة تعلم في أبو صالح، واحدة تعلم
في كباش اللي خدموا الوضع حتى يمكن المجلس في ناس فيه صح؟ ها؟ احتمال يعني ما ديت وران يعني ما كلام فيهم يعني ما ما سووا حاجة يعني يعني في واحد يقول لك انا ما قريت في الكباش، واحد يقول لك ما قريت في الشفاه، ورغم حرام الحلال. نعم الله يجزاك. السلام. اعمامنا الاثنين بيسالوا سؤال واحد يعني نفس الموضوع، انه الكلام في مشايخ الصوفيه فهل ده يعتبر قطيعه او نميمه؟ والناس اللي بيحفظوا القرآن وحفظوا الناس في خلاويهم إلى آخره. أنا بديك كلام الصوفية ذاته ما كلامي أنا، وقبل ما أديك كلامهم هم، أول حاجة يا جماعة إذا كان أنت قصدك النصيحة ده ما بتعتبر قطيعة ولا نميمة ولا بيعتبر حرام، بل دي عبادة بتقربك لله والله بيديك فيها ثواب وأجر. بديك الأدلة هسه، لأنه أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة اسمها فاطمة بنت قيس رضي الله عنها صحابية، قالت للرسول عليه الصلاة والسلام في رجال اثنين يتقدموا لي للزواج، واحد اسمه أبو الجام واحد معاوية رضي الله عنهم جميعا، أختار ياتو أوافق بيده ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نصحه قال له أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، أنكح أسامة اتزوج أسامة رضي الله عن الجميع. هل دي قطيعة ولا نميمة؟ دي نصيحة يا جماعة. الآن انتوا ذاتكم كذي، لو جاء واحد يتقدم لبنت اخوك وانت عارف زول ده لا بصلي لا بصوم وبيسب الدين وزول اخلاقه كعبة، بتنصح تنصح اخوك ولا بتنصح؟ تنصح البنت دي، ما دي بنتك في النهاية، بتنصح ولا بتنصح؟ هذه قطيعة؟ انتوا قاعدين تقطعوا في الناس؟ دي نصيحة يا اخواننا، دي ما قطيعة وغيبة ونميمة، بل ده من باب الغيبة الجائزة. الإمام النووي ذكر ستة حالات الغيبة فيها شنو؟ جائزة. فإذا كان من باب النصيحة ده بيجوز، بل أحيانا يكون واجب عديل عليك إنك تنصح. نحن ما عندنا مشكلة مع الصوفية في طين ولا في بلد ولا في مال، مشكلتنا معاهم في الدين يا أخواننا. وأنا بديك كلام ومن توريني ده من الدين ولا ما من الدين، بعد ذاك نجي لموضوع الرغية تحت القرآن. بدي كلامهم هم، واحد الطريقة الختمية بتاعت محمد عثمان المرغني، طريقة صوفية معروفة في البلد دي فيها ملايين البشر، قال أنا عرشها، العرش بتاع الله، قال ده أنا ذاته. بديك الكتاب اسمه ترجع له، حقه هو ألفه بيده وما نكره، هو ما نكره. أنا عرشها، بيتكلم عن نفسه هو، والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، أنا العرش بتاع الله وأنا الكرسي بتاع ربنا وأنا السماء البنيت أنا ما الله، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي، لو ما أنا مستحي وخجلان من الله نار الجحيم أطفيها. ده كتاب، اسم الكتاب أمشي تلقى في السوق، فيوض البحور المتلاطمة شرح الراتب الكبير، تأليف سيدنا ومولانا السيد محمد عثمان المرغني الملقب بالختيب. السمانية، وأكثر شيخ مشهور عندهم البرعي وبتاع طابة وغيره وغيره وغيره. البرعي بيقول في كتابه اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، بيتكلم عن شيوخه بتاعنا الطرق الصوفية، قال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا. وأول حاجة ما في زول بيعلم الغيب يا أخوان، عشان يكون ده رجال الغيب بيعلم الغيب كذب وكفر.
ربنا قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. والسيدة عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. إذا كان الرسول ما يعلم الغيب إيه البرعي ولا المكاشف ولا غيره يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. فقال ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم يحصل لي مصيبة وأنتم حمايتي. ما الله حمايته ديل شو خطورة صوفية اللي بيحميهم في ظنه ما الله ديل. أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. إذا شئتم شاء الإله يعني أول حاجة أنتم تشيئوا بعد ذاك الله بعديكم أنتم أول والله تاني. الله ما أول عند السمانية عند البرعي. إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله ذركم. والله الكلام ده إذا ما كفر تاني ما في كفر. وإذا ده ما مخالف للقرآن والسنة تاني المخالف وين يا أخوان؟ ولا نسكت ما ننصح؟ والدنيا كلها جارية ورا الصوفية في البلد دي. بعد ذاك علم قرآن، زوج لنسوان، أدى قروش لأولاد، دي أعمال صالحة ما نكرناه. لكن ربنا قال العمل الصالح لو بقى مليون عمل صالح وعندك شرك العمل الصالح ده هباء منثورة الله ما بيحسبه لك. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. وربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كان قراد غران ولا حبط غران في خلوة منو خلوة منو. إذا في شرك العمل الصالح ده كله حابط. والفائدة شنو؟ تحفظ قرآن بس تحفظ حفظ. وفي القرآن جوا ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. زول يكون حافظ القرآن صم في راسه لو فتحت عليه المصحف من أي حتة بيقرأ لما داري يقوم يقول كب يا فلان. الفائدة شنو؟ أنا وروني الفائدة شنو؟ هو القرآن كله القرآن كله ربنا ما نزلوا إلا للتوحيد ومحاربة الشرك بالله. كل القرآن ده ربنا ما نزلوا إلا لمحاربة الشرك بالله. ربنا قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ليه؟ السبب شنو؟ ألا تعبدوا إلا الله للتوحيد. الله نزل القرآن للتوحيد. إنني لكم منه نذير وبشير. عشان كده بتكلم قبيلا عن جماعة التبليغ والدعوة ما بيدعوا للتوحيد وكلكم اتفقتوا معي. وربنا ما نزل القرآن إلا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير إلا للتوحيد ومحاربة الشرك. جماعة ما بتدعوا للتوحيد ولا بتنهى عن القبب ولا بتنهى عن الشرك ولا عبادة الشيوخ ولا الأضرحة ولا تعليق الحجبات والكمون. ده كله ما بيتكلموا فيه. يقول لك دي خليه ما بيتكلم زي ما قال قبيل مولانا هنا. يقول لك لا هو عارفين ده باطل لكن ما بيتكلم. يقول لك نحن ممنوعين من الكلام فيه. يكون فيهم خير كيف؟ زول يشوف المنكر بعينه والباطل بعينه وعارفه باطل يقول لك ممنوعين نتكلم فيه. ده غش ولا ما غش؟ أخوك شايفه ماشي يقع في البير ما بتمسكه؟ ولدك شايفه ماشي يقع في النار ما بتجره عليه؟ بيجره لو خليته يقع وانت شايفه قادر تمسكه. انت خاين ولا ما خاين؟ خاين. دي الخونة. خونة. شايفين الناس يا اخ بيعبدوا في القبب والشيوخ ويسجدوا للتراب وقال لك شايل كيس تراب كامل قبيل قبل ما ربنا يهديه. ده ما ينهو عنه يسكت ويسكت يقول لك اسكت ما تتكلم اسكت. والله دي اذا ما خيانة تاني ما في خيانة كله كله. عشان ما الناس تلعب ساكت يقول لك لا دي الناس كويسين وطيبين ودنقروا راسهم. دنقر راسهم بتاع شنو؟ كلم الناس بالشرك قولوا للناس ده غلط. نحن بنقوله للناس وما عندنا مشكله مع زول يا اخواننا. ولا نحن يوم جينا شحدنا ناس قروش ولا محتاجين لهم الله مدينا الحمد لله. ما دارين من زول حاجه ابدا ما دارين من زول حاجه. ده المنهج بتاع الرسل وما اسالكم عليه من اجر. الرسل كانوا كده دارين الناس يمشوا مع الله عديل بس ما باي حاجه ثانيه. اما جماعات واللفوه الدوران واللولوه وبايع الشيخ وما الشيخ. شيخ بتاع شنو؟ علم تتعلم
شيخ ده يعلمك القرآن والسنة. أما شيخ يقول لك أشرب يغسل كرعين ويقول لك أشرب مويه كرعيني أكشح على بوشه، ده شيخ شنو ده؟ ده ما شيخ. وده الحاصل في البلد يا أخواننا. أما الخلاوة دي عاملنا صح، لكن الخلاوة دي وراها بلاوي. يا بليس الطاجر شافع بيقرأ قرآن ويشحد بهم القروش، أيوة، ويمشي بها ديوان الزكاة ياخد بها مليارات. بس الطاجر شافع ديل جايبهم كصارقيل يصطاد بهم القروش. يا أخواننا احنا ما بنتغشى، ما بنتغشى تاني والله. الناس يتغشوا، الناس يتغشت ولما انفتروا ذاته من الكذب والنصب والاحتيال. ده احتيال وأكل لأموال الناس بالباطل. كم شيخ وفكي ودجال غش الناس هسه بالجريدة جايبين والشيخ ماكل له من مرة 11 مليار. انت عارف غشها كيف؟ شيخ بتاع الطريقة قال لها، هي قالت ما بتلد، قال لها يا أخي عندك عمل عاملينه ليك، والعمل ده في هو شافها ظنها غنية وجات نازلة من عربية آخر موديل، طبعا عرف عندها ذهب. قال لها العمل ده معمول لك في ذهب قاعد في البيت، طبعا ما موهومة هي ذاتها. قال لها اللي جيب الذهب عشان نفك العمل، هو داري فك القروش كلها يقوم بها. المرأة وجت جابت الذهب والله من جريدة، جريدة كمان وهابية، جريدة حقتهم هم، جابت الذهب ما مسكينة ساكت، جابت الذهب كله بمليارات، ب 11 مليار ذهب. قال لها إلا الذهب ده نشيله نمشي بالبحر، لأنه قال لها جينا الحرس السحر ده والعمل ده قاعد في البحر، نشيله نمشي نتفاهم معه ونفكه في البحر، وده يقوم بيت شغله. شال الذهب والمرأة قاعدة منتظرة المسكينة. قال لها مشى البحر وجراجع بدون الذهب. الذهب وينه يا الفكي؟ يا أبو يا الشيخ وين الذهب؟ قال لها والله ما شد رفقه وقام الجين قلعه مني وقلعه ذاته. لكن قال لي أصبر أنا بجيبه بقلعه لك من خشمه ذاته. أها بكرة وينه الذهب؟ أنا ما شد له حجيبه بكرة إن شاء الله. وينه بعد بكرة؟ وينه الأسبوع الجاي؟ وكبره 11 مليار. فده ده الغرض. ناس داري ياكلوا قروشكم يا أخوان، ناس داري ياكلوا قروشكم في السوق، يجي يفرشوا مخلايا يقول لك نعلم الناس غسل الجنازة، يقوم الزول ويرقد ويقول أح وما عارف ليك، بعد ما ينتهي يقول لك طبعا هنا جايين والله من بلد بعيدة وخدتوا الشنطة خدتوا لنا قروشين. أو مبتارة يبيعوا الحجابات، يقول لك الحجاب ده والله تلبس والله يديك عمارتين بكم؟ ب 500 جنيه. يا أخي لو بدي ما تلبسه أنت، أنت محتاج ل 500 جنيه تديني عمارتين؟ خدعوا الناس وكذبوا. ده شغل الصوفية في البلد يا أخوانا، ما في زول يغش نفسه. والله كلكم شايفين الكلام ده، السوداني ما بزول بيتغشى الا زول البراود اللوكا دار يتغشى. انتوا ما شايفين الكلام ده؟ ما في كلام. يا اخي ناس بتضركوا بعربيه الشيخ، بعربيه الشيخ مش بالشيخ، بعربيته. ناس بتضركوا بتراقب العربيه بتاعت الشيخ، شيخ راكب جوا مشغل المكيف وخدت البخور جوا وانت تتمسح بالتراب. انت ما فاهم ولا شو المعاقل؟ مجنون. اصل التراب ده فيه بركه، الشيخ ما كان قاعد في المكيف، مكيف فيه بركه ينزل يخش في التراب ده معنا سوا. هذا كله هوس يا اخواننا، يا اخواننا اوعوا، يا اخواننا فوقوا. ده ضيع البلد ده وده الشرك. الرسول جاء من اجل الشرك ده وطلع السيف من اجل الشرك ده. امرت قال عليه الصلاه والسلام ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها مش يقولوها سايب اللسان، لا اله الا الله معناته ما في قبه، لا اله الا الله معناته تدعو الله براو ما بتدعو الشيخ، لا إله إلا الله معناته الشيخ ما عنده بركة يبرك فيه جمل ما عنده بركة، ده معنى لا إله إلا الله. قال فإن قالوها هنا وجوه برضه ما تقولها باللسان ساي، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. ده الدين، ديننا ما بيقول لك ولا تزللك للشيخ تجي تسلم عليه وتبرك له. هسا أنا بوريك فيديوهاتنا شيوخ في البلد دي في السودان ده بيجي بيسلم عليه والشيخ عنده صوت، صوت بتاع جرينتي، يجد الحوار الدرويش يجي يبرك للشيخ في الوطن. ذول كبير والله كبير، يبرك للشيخ ويحب له، والشيخ شبطك يجلدهم بالصوت. خش النت تلقاه في البلد دي، امشي لود المرين بتاع الطريقه بتاعت القادريه صادقاب، وانا ما قصدي القبيله قصدي الطريقه الصوفيه، احنا ما عندنا مشكله مع القبائل. بيرمي الناس في الوطن، عنده عكاز فيه سحر، الجماعة بيرقصوا دق 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 بيرقصوا، وهل في دين فيه رقيص؟
الرسول كان بيرقص؟ أسألكم بالله، أبو بكر الصديق كان بيرقص؟ يربط نصه ويرقص بصلبه؟ دي الخيامة تحت الصوفية، ده ما عنده علاقة بالإسلام ولا فعل الرسول ولا فعل الصحابة يا أخواننا. ونحن ما قاعدين نخاف من أي زول. الله أكبر. عرفت كلامي؟ إن عندك شيخ بيقدر يناظرنا في الكلام ده اللي يجي هسه. الله أكبر. لأنه ده شغل بتاع نساوين يا أخواننا. راجل يرقص بصلبه يقول لك ده دين؟ طيب الخيابة كيف؟ البطالة كيف؟ إذا ده دين يهز نصه راجل، وروني الخايب كيف؟ إذا ده الدين النزل الله من السماء، الخيابة كيف؟ الباطل بيعرفوه بشنو؟ يا إخوانا ده ما عنده علاقة بالدين. يأشر لنا أي والله يا هادي صدق يأشر لنا الناس بالعكاز والدلمرين، الجماعة يقعوا في الوطن عكاز من بعيد ولا بيبشوا من بعيد، يعمل له كده أزول ور يجي قاعد لما يزبد ويرفعوه من الواطة. يا أخواننا الدين كده، واحدين يتلبوا من فوق الحيطة، واحدين راكبين في السيري لما يعمل لهم كده واقعين من فوق جنباص، هل في إسلام زي ده؟ يا أخواننا ده ما دين، دين الصوفية ده ما دين. ما تقول لي عملوا خلوة ولا عملوا حفلة، كله باطل والله، والله باطل. عرفت الدين ده باطل، وبنقول في أي محل وانتوا سامعيننا أي محل هو ده كلامنا، ما قاعد نغيره. إن جابونا في التلفزيون قاعد نقول نفس الكلام ده. أما في شيوخ أنا عارفهم، واحد يجيبوه بالتلفزيون عشان ما عشان يجيبوه تاني ما يمنعوا. ما رأيك بالصوفية؟ والله السؤال ده خلوه طبعا يفرق الأمة وكذا، لأنه داري يجي تاني. نحن ما دار نجي تاني، نحن خايفين من ربنا، بنقول الكلام ده لأنه الله بيسألنا. إما قلناه إما قلناه الله بيسألنا، بقول أنا كتمت الحق ليه؟ قال بكتم الحق ربنا بيلعنوا وبيلعنوا جميع اللاعنين. قال تعالى في القرآن: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. هل بكتم الحق؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في ناس القرآن والدين متخزنه مأكلة عشان يملى كرشه، يلقى الناس واقعين في الباطل وحيمشوا جوا النار، حيخشوا جهنم، وهو الله علم القرآن والحديث ما يكلموا عشان خايف منهم. يا أخي العمر واحد والرزق عند الله واليوم واحد والموت واحد، في ذول بيموت مرتين؟ تخاف ليه؟ كلم الناس قول لهم ده حق. والله اللي بيكلمك، أنا قبل قلت لك بقول لك كلام حار، مش قلت كده؟ الكلام الحار ده هو اللي بينجيك يا أخواننا. أما اللي بيلفوا وبيدوروا ديل، هم ديل تضيعوا الأمة دي، شيوخ اللي بيلفوا وبيدوروا. كلموا الناس يا أخي. يا أخ والله نحن قلوبنا والله تصب دم لما نلقى لنا هسه مرينا الصباح نسوان ثلاثة خشيت لين قبة جايت لي، دي تلقاها ما بتلد، ودي تلقاها بنتها ما بعرف عندها شنو عارض، ودي عندها شنو. جايين للميت وخلوا الحي الذي لا يموت. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. بتين الأمة دي توعى يا أخوانا، بتين الناس تعرف إنه الله هو اللي بيده النفع وبيده الضر، ونلجأ له ما بنلجأ لميت والله، إن بقى صوفي ولا بقى غيره. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نخليه ونمشي لذيل للطواغيت وصوفي زعلانين قال من كلام ازعلوا يطوقوا ويطقوا ويطرشقوا، لأنه والله ده الحق، وشيوخهم الكبار عارفين كلامنا ده الحق لأنه ده القرآن عارفينه، لكن بيقطع مصالحه. لأنه الشيخ إذا قال للناس هوي أدعو الله براو القبة دي كسروها مش أدعو الله براو، تاني ما في نقاطة، في نقاطة تاني، في زيارة، في بياض، ما في طوالي، بيجي طريقتي بيجي الخلا يزرع شغلته تقفلت خلاص. عشان كده كلامنا ده ما بدور. انت قال ما بدوره ليه؟ لأنه هم شايفين انه بوقف النقاطة دي، ونحن أصوى من أخلي والله لما نقابل الله كلامنا ما جزاكم الله خير. نحن مسافرين يا جماعة، مبارك الله فيكم والله، بنحب نقعد معاكم ونتونس معاكم. الرغية يا جماعة نوعين، رغية من القرآن والسنة، زول دعيان يقول له القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي الرغية وغير من صور القرآن. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أو بالدعاء تدعو له يا رب اشفيه يا رب نجيه يا رب تدعو له، دي رغية. أما تمشي لواحد عاطل
يقول لك جيب لي تيس أحمر أو غنماية بمبية أو غيره، ده زول مستهبل وزول مشرك وشغله ده كفر بالله. عرفت كلامي؟ ده ما بيجوز. وأفضل حاجة، أفضل حاجة في الدين وللشفاء إنك تشفى سرعة وأي حاجة، إنك تقرأ لنفسك براك. وأحذرك إنك ما تودي ليك إنتاية لذكر، كان بيسموه شيخ ولا ولي ولا فقيه، والله أنا أحذرك لوجه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان شنو؟ أو ثالثة. ما هو تقول لي ده شيخ وولي صالح وقلبه نظيف بنجم الشغلة دي كلها، ما تودي لراجل أقرأ لها براك، مش بيتك أقرأ، مرتك أقرأ لها، أوي تقرأ برا أفضل، ما قرأت برا أقرأ لها التدا، ما توديها لي شيخ عنده دقين ولا ما عنده دقين، كل واحد ما توديها لأي شيخ. عرفت كلامي؟ دي أنا والله نصيحة بديك لها، ونحن المجال ده عارفينه كويس، فيه بلاوي كثيرة يا أخواننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يا جماعة احنا سعداء الليلة والله لأن المشايخ تيل بيناتنا وقاعدين يحدثون عن الدين، والله سعداء جدا والحمد لله. بعدين يا جماعة عندي يعني كلمة ونصيحة بسيطة بس لأعداء الدعوة دي السلفية، الذي الحمد لله رب العالمين انتشرت وربنا سبحانه وتعالى نحسبه أن جعل لها القبول، استغفر الله، بيعادوها له بس عارف. أيها الشيخ جزاه الله خير قال لكم الأحزاب كلها حرام، ما من أي حزب، تبليغ ما تبليغ، صار سنة ما صار سنة، أخوان مسلمين ما أخوان مسلمين، ما تبعي لأي حزب. ويعني معلوم في الآيات والأحاديث والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة تتفرق، صح؟ والأمة والفرقة الناجية اللي بتكون على ما كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني بيسموا نفسهم مسلمين، لا حزب لا جماعة لا طائفة. فأنا أنصح هؤلاء اللي بيعادوا الدعوة دي بأي اسم يشوهون، يمدحوا أهل الشرك وأهل الباطل ويكرهوا أهل التوحيد، يقول لك وهابية خامسية أهل دين جديد، اتقوا الله في نفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، دي دعوة تدعو إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتنهى عن الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ودي دعوة الرسل يا جماعة كما أنتم عارفين في الآيات والحديث، دي دعوة الرسل. وأي زول عمل صالح زي ما ذكر الشيخ ما قام بالتوحيد اللي هو الأصل ده عمله باطل، زي ما قال لك الشيخ سوى خلاوي سوى السواو، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له والله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. ده الرسول عليه الصلاة والسلام لو وقع في الشرك وهو بريء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في الشرك، لو أشركت ليحبطن عملك. فما باقي الناس بالهم شنو؟ دي نصيحة للناس اللي بعادوا الدعوة دي ليهم خاصة، اتقوا الله في أنفسكم، كانوا في حزبيين موجودين، كانوا زمان يجوا للصوفية يقول لهم اتركوا المشايخ وادعوا الله، الليلة مشايخهم ضلوا، بيقوا السلفين يجون يقول لهم يا ناس اتبعوا الكتاب والسنة اتركوا مشايخكم ما يسمعوا ولا يستجيبوا. هذا من باب ما تنغش لأي زول، دعوة دي بإذن الله سبحانه وتعالى ستنقذ السودانيين من الشرك بالله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى. وانتشرت في العالم، وشوف الشعب السوداني ده والحمد لله أقول لك العالم إنه يشهد له بالرجالة وبالكرم وبكل الخير، لكن غشوه أهل الدين الباطل وأهل الشرك وأهل الدعاة الباطلة. مثلا أديك من الأسماء اللي بيجيبوا يعني يجلبوا بين الناس، تكلمتوا عن التبليغ، هنا اسمه شنو؟ اسمه الأحباب، عشان اسم يعني مرقب لك عشان تخش فيها الأحزاب. الاخوان المسلمين اللي بيدعوا للتفجير ولامور كثيره عارفين انتوا المشايخ والحمد لله، اسمهم شنو؟ الاخوان، اسم برضه مشوق. ديل برضه الصوفيه يقول لك اهل الصفاء، ديل اسامي لكن لا تغني شيء، نسير على باطل كلهم، داير دين حق اتبع الكتاب والسنه واسمع لاهل التوحيد واهل العقيده الصحيحه، قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حزب لا جماعه لا لا لا. ثاني بس كلمة أخيرة تانية يا جماعة، أنا يعني الحمد لله رب العالمين برا إنه الحمد لله الدعوة دي انتشرت وفي نشاط شديد من الشباب،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم. دار توجيه من الشيخ معاه تعبوا بس دار نحمله زيادة. في شباب والحمد لله يدعو إلى التوحيد وإلى نشر التوحيد وإلى محاربة الشرك، لكن في بعض الأحيان ما بحضره كويس. واحد يقف في باص، يقف في حافلة، يقف في مسجد، يفك شبهات يعني ما يستطيع الرد عليها. فأنا أريد من الشيخ يعني مزيد تعليق ونصيحة لهؤلاء الشباب السلفيين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه يوفقن. الحمد لله أخواننا، طبعا التوحيد انتشر والحمد لله والناس بيعوا، لكن في إشكالات بسيطة برضو دارين الشيخ يوضح علينا منها، أنه في ناس المسائل بقد يعني الشرك والمشرك، الناس بيقول ينهى عنه الشرك على الشرك، لما في مسائل أشكلت على الناس، مثلا السجود لغير الله واضح هو شرك إذا كان للتعبد. هل المسألة دي السجود لغير الله، هل إذا كان سجود تحية، سجود تعظيم وسجود تحية، المسألة دي هل هي يعني تعتبر شرك زول تخرج من الملة أم أنه تبقى حرام؟ طيب الآيات المذكورة في القرآن أنه سجود إخوة يوسف وسجود الملائكة، السجود ده هل في الأمم السابقة كان حرام كان جائز بقى في شرعتنا في شريعتنا حرام، ولا انتقل من الحرام إلى الشرك طوالي بقى شرك؟ طيب الكرامات، من الكرامات مثلا خارق العادات، الشروط في الكرامات مثلا كلها طيب خلوها، لكن إذا كان أي شيء خارق عادة نعتبر ده من الخرافات ومن هنا؟ ده سؤالين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا جماعة احنا جيناكم ضيوف وجزاكم الله خير على قعدتكم دي، طولنا عليكم، لكن معنا شيخين، شيخ اخونا ضحوية بعده بيختم احمد البدوي ان شاء الله، فالناس تصبر ان شاء الله، واحتمال ثاني ما نجيكم راجعين ما معروف الظروف، لكن طولنا عليكم واخرنا عليكم. هاي الله يجزيكم خير، انتوا والله في خير. الناس الان يقعدوا في الحفلات بالساعات الطوال، زول يقعد يعني 7-8 ساعات يحضر في الحفلة. قلت الحمد لله في نعمة كبيرة إن شاء الله، جزاكم الله خير. أدي المجال للشيخ إن شاء الله. طيب بالنسبة لموضوع التحضير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، حديث صحيح أورد السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني رحمهم الله. فأي زول عمل في الدين أو في الدنيا ذاته لابد يتقنه، فزول دار يعلم الناس أو يفقههم في الدين ويعلمهم التوحيد والعقيدة لابد يكون جاهز ومحضر الأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح، أعلم بها الناس. دي بالنسبة لنصيحة الأخ، جزاه الله خير وكلامه طيب. بالنسبة لسؤال الأخ عن السجود لغير الله، ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه المسألة تحديدا، زي سجود إخوة يوسف وأبويه له ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وغير من الآيات في سورة يوسف. المقصود ابن كثير قال كان زمان قبل الإسلام، قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمم والشرائع السابقة، كان عندهم سجود احترام، يعني معنى كلامه للزور الكبير أو تحية للناس، فكان بيجوز السجود لهم في شريعتهم، ما كان سجود يعني بيعبدوا الناس ذيل. فلما إخوة يوسف وأبوينه سجدوا له، ما سجدوا له عبادة له، نعم، ودي الرؤية رآها قبيل، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فده كان عندهم جائز. قال فلما جاءت شريعتنا، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسخ ذلك كله.
ولم يبق إلا السجود لله. الآن في شريعتنا اللي بيسجد لغير الله ده كافر. ما بقول لدي ليه دي تحية، لأنه داك نسخ، داك بقى ما في نسخ، يعني أزيل الحكم ده، ما ننسخ من آية أو نسيها يعني نزيل، يعني فأزيل الحكم ده بقى ما في، عشان زول يقول الآن ده حرام وده شرك، ده سجود حرام وده سجود شرك. لا، أي زول يسجد لغير الله، يسجد لغير الله ده باطل في شريعة الإسلام. عشان كده ربنا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم شنو إياه شنو تعبدون. فبقى سجود العبادة، اللي بيصرف لغير الله ده مشرك كافر عديل بعد إقامة شنو الحجة. ها ما ما كان السجود ذاك من باب العقيدة، قلت لك سجود ذاك كان سجود تحية. الآن إحنا ما بنسأل عن العقيدة، نسأل عن سجود التحية. ما بجوز، باطل، حرام ولا شرك؟ البسجد لغير الله مو شرك بإجماع علماء الدين كلهم. من سجد لغير الله فقد كفر كفرا أكبر وخرج من الإسلام، ولا يجوز أبدا. نفتن العوام ونفتن الناس ونقول لهم يا أخي ده تسجد ده حرام صغير ما شرك ولا كفر، وده كفر. السجود الآن كله شرك وكفر. ابن كثير قال ذاك نسخ وزيل، فبقي السجود لله عبادة، من صرفه لغير الله فغشنه كفر وشرك، ده كافر ومشرك، ده واحد. لا لا ما بجوز، ما بجوز، عرفتها؟ سلم على فراسة أمك أبوك، قبله فراسه ما في مشكلة، خلاص. احترموا أي نوع من الاحترام على وفق الشريعة، بس ده كده الصحيح. تاني سأل سؤال أول، أنا نسيته، سؤال الأول غير موضع سجود. الكرامة، الخارق للعادة، الخارق للعادة يا جماعة نوعين. ابن تيمية قال رحمه الله، خارق للعادة ككرامة ولا تحصل إلا لأولياء الله عز وجل الصالحين، لكن الكرامة للصالح دي ذاتها ما هو زي ما الآن بيقولوا صوفية، ولك والله الآن أنا عسى أتبين فيك، هو رجالة ده باطل، دي ما كرامة، ده شغل شيطان، عرفته؟ وده سحر كله اللي بيسووه ده، كله سحر اللي بيسووه ده. كرامة دي أمر خارق للعادة، ربنا يجريه على يد ولي رجل صالح من أوليائه، وزاده ما يكون عارفة، يتضايق في حاجة ربنا يفرج عنه، زي ما في قصة عمر بن الخطاب لما رسل سارية ابن زنيم، ورسل بقيادة الجيش وجيش المسلمين في البداية كأنه حيتهزم، فسمعوا صوت عمر بيخطب هنا في المنبر وهم هناك في بلد تاني، وده في بلد، سمعوا صوته قال يا سارية الجبل الجبل، فرجعوا أدوا ظهرهم الجبل وعادوا الصفوف ورجعوا انتصروا على الكفار، فجوا راجعين قالوا لعمر سمعنا صوتك وصلنا لحد هناك. ربنا سبحانه وتعالى جعل صوت عمر هنا يصل لحد هناك. عمر ما هو براو سوى الكلام ده، لأنه لما سألوا بيخطب جمعة، فالكلمة طلعت منه يا سارية الجبل، قال لي ده شنو؟ قال كلمة أجراها الله على لساني، يعني ذاته ما عارف ده من وين. إذن كرامة ربنا اللي بيسويها، لكن أنا شو أسويه يقول لك أنا بسوي، هذا كلام فاضي ساكت. ثم الكرامة الصالحة للرجل الصالح، ما زولا مشرك ولا زولا قاعد لجم قبر بيعبد فيه وبيشيل التراب بيسفه، ولا زولا بيدعو غير الله ويسجد لغير الله، ده شغله ما كرامة من الرحمن. ده النوع الثاني اللي هو شنو؟ خارقة للعادة، وده النوع الثاني خارقة للعادة من باب السحر وأفعال الجن والشياطين. ممكن بالمناسبة ممكن تشوف شيخ الآن طاير، ممكن الكلام ده ممكن. عشان كده نقل الذهبي في السير في قصة الإمام الشافعي، قال أحدهم عند الإمام الشافعي قال من مشى على الماء فلا نغتر به حتى نعرضه على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي قصرته، أنت قصرته، إذا رأيته أنا يطير في الهواء ما اغتررت به حتى أعرضه على الكتاب والسنة. ممكن بالمناسبة زول شيطان يشيله، وده اللي بيسووه الشيوخ ده لذاتهم، يقول له الإبريق تعالى، الإبريق يجي تنقذ الجماعة، يقولوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا. لا لا لا، ده الشيطان بيضقل بالإبريك شايله، بس موضوع انتهى. ولو قريت آية الكرسي وقريت قرآن ولا أزنت الإبريك ده بيقع بتفرطك، ما في شيطان بيطير بيجري.
لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن الأذان أدبر الشيطان وله ضراط. فديل شغالين مع الشياطين، دي خوارق للعادة، لكن من باب أفعال الجن. الدجال، المسيح الدجال حي كعلامة من علامة الساعة الكبرى، هل ده صالح؟ هل ولي؟ بيقول للسماء نزل المطر بتنزل، بيقول الواطة طلع النبات بتطلع، بيجي محل الآن الناس بنغب الذهب وشنو، الدجال بيجي بخمه كله، بيقول الواطة طلع الكنوز، قال الكنوز براها تطلع وتطير وراه هو ماشي، والكنوز طايرة وراه من الواطة جد، بس مكة والمدينة ما بيدخلها. هذا ولي صالح؟ ما أي زول عنده خارقة للعادة معناته وشنو يا جماعة؟ ولي صالح. ممكن تمشي قبة والشيخ يجي صورته كده زي النور فوق القبر، ممكن، لكن ده إبليس بيسوي كده. صنم العزة ده شنو؟ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. العزة دي شنو هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام رسل خالد من الوليد قال له امشي اهدمها، مشى لقلوب بنية، يعني زي القبب دي بنية وعلى ستور، قام كسره ولقلوه شجرة قطعه وجراجع. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس بعد، انت لسه ما هدمت العزة، مع انه البنية والحاجات اللي بيعبدوها الناس كسره والشجرة قطعه، كان ثلاثة شجرات تاع السمر وجنبها شنو، جنبها البنية دي وعلى ستور يعني زي ستاير كلها كسره. قال لي لسه. رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه المرة الثانية، لقى امرأة عريانة وناشرة شعرها، عريانة مرة واحدة وتصرخ قبيحة جدا، دي كان الشيطان. خالد بن الوليد طلع سيف قطع نص ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لي تلك العزة ولا عزة بعد اليوم، شيطان كان. عشان كده ممكن أزول في قبة الآن الصوفية طلع ويقول لك الشيخ يتكلم من جوا، ده إبليس، شيخ ميت تب ما بيطلع تاني إلا يوم الغيامة، لو طلع معناته الغيامة قامت، لكن الغيامة قامت والله ما يطلع جوا هناك، عرفته؟ لأنه النبي قال شنو؟ قال أنا أول من ينشق عنه شنو؟ القبر. فما ممكن شيخ كده يطلع قبل الرسول، والرسول بيطلع أول زول بتين يوم الغيامة، لأنه ربنا قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في حاجز بين الحياة الآخرة بتاعت القبر وكده والبرزخ، وبين البرزخ ده الحاجز بين الحياة الآخرة بغادي وبين حياة الدنيا، في برزخ. عشان كده لو فتحت القبر ما بتشوف زول بيعذبوه فيه نار ولا قاعد له في جنة، هو يا بيعذب يا ابو نعم، لكن انت ما بتشوف لأنه في برزخ، انت ما بتشوف. طيب فده ده الحاصل. ممكن تمشي على القبر، ممكن يطلع لبن، ممكن يطلع الروب، بالمناسبة ممكن يطلع موية. ده الشيطان اللي بيسوي الكلام ده عشان الناس يعبدوا القبر والقبة دي يا أخواننا، فما تتخدعوا. ده من باب خوارق العادات أخونا، ده سؤال مهم، ده من باب خوارق العادات، لكن ده ما شغل ربنا. طيب الفرق شنو؟ قال الإمام الشافعي قال حتى نرى اتباعه للسنة، إذا زول موحد متبع السنة نقول نحسبه إنه زول صالح، ولا برضو ما نقول صالح 100%، نقول نحسبه لأن الرسول علمنا كده. أما إذا زولا بيعبد له قبر ولابس له حجاب وبيحلف بالشيخ وبيتوكل على ست مريم وما بعرفه شنو، ده ما بهدل وعقيدته فاسدة. ده حتى لو عمل خارق عادة ممكن يعمل، ممكن يمسك التراب كده يقلبه سكر تشوفه سكر، يمسك التراب تشوفه ذهب، يمسك القروش تشوفه بيض، ممكن، لكن ده شغل شنو يا جماعة؟ شغل شيطان، خارقة للعادة لكن بتاع الشيطان. والشيطان عنده أولياء، ربنا عنده أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيطان كمان عنده أولياء، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شنو؟ وليا. الله قال كذا، قال الشيطان برضو عنده أولياء، فانتبهوا يا جماعة. وهم الصوفية غشوا الناس من الباب ده، باب خوارق العادة. ومن خوارق العادة في طريقة كده اسمها الطريقة بتاعت الصادقاب، موجودة في النت أحضرها، هم براهم مصورين وربراهم ورافعينه في النت أحضروا، عشان تبقى ولي عندهم بيوت كده مبنية بالحجر بتاع الجبل في الجبال عندهم، وقدة صغيرة بيحشروك فيها جوا وبيبنوها تب بيكفلوها، واحدين يجي يسوقون بعد 40 يوم خدت لك بليحات وموية
تبول قبلك، تتبرز الله يكرمكم قبلك، عرفت كلامي؟ ولا تمشي الجامع لانه قفلوك برا بالطين والطوب بتاع الجبل، حجر الجبل ما بتمرق الا يفتحوك تاني، قالوا بتبقى ولي. ده هناك يا جماعه بيجوك الشياطين، تتعامل مع الشياطين. ما في دين زي ده، دين الاسلام ما زي ده. ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ده ما دين الاسلام. بيقعد جوا في الجبال مع الشياطين والابالسه، ويجي طالع ساحر، ساحر امسك كده الورق يقلب قروش جمع يقول لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن. لا لا، ده ما هو، ده ما هو. ولا الصحابه ما سووا كده، صحابه تجار وزراع وصناع ورعي، وبيشتغلوا بيحملوا في ظهرهم وبيعبدوا الله، ما في تعارض يا اخوان. لكن ينقطع كده ويخش له في خلوه ويقفلوا ويقعد جوا عريان ومفكوا ويجي مارق بعد 40 يوم، والله ده شغل الشيطان، ده ما شغل الدين الاسلامي، وده ضيع البلد. الحاوي شنو يا شيخ؟ الحاوي ده واحد من نوعين، الحاوي العلماء قالوا الحاوي والسيرك وكده، اما هو ساحر بيتعامل مع الجن بيسحر عيون الناس، يمسك دي كده تشوفه اتقلبت نار، هي ما نار، لكن وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وعينك سحر لك عينك بواسطه الشيطان، فبقيت تشوف المويه دي شنو؟ نار مثلا يعني. او قالوا الاحتمال الثاني العلماء يكون خفه يد وزكاة منه ومخرقة، زي الحلاج الصوفي الكبير ذاته جاوا منه التصوف ده، كان بيمشي يدفن جدادة يلفها كده في كيس ولا بتاع يدفنها هنا ويدفن له تفاحة هنا وبرتقانة هناك، ويفوت ينادي الناس ويقعد يعمل فيها بدرسهم، بعد شوية يقول لهم ماذا تشتهون؟ عنده ثلاثة أنفار عصابة معه، مع عصابة متفقين، يقول له تقول داير تفاح وانت برتقان وانت جداد، ده يقول اشتهي جدادة دجاجة مشوية وده تفاحة حمراء وده كده، أركاكم يسوقوا الناس كلهم بتاعنا الحلة، يقول له احفر هنا انت دار تفاح احفر، يطلع يلقى تفاح، الله أكبر، ولي صالح هو دفنوها قبيل يا اخواننا، دفنوها قبيل وده داير جدادة. ففي شغل واحد برضو كان ساحر هنا في البلد دي، ده كمان زول مجرم خلاص. طبعا الكهرباء دي فيها سلك أرضي وسلك شنو؟ نهري. إذا مسكت أي سلك منه حتى لو مسكت الناري الأرض يا ما مسكته، لابس لك عازل تحت كراعك ما في الواطة ما يضربك، إلا تمسك شنو؟ تافش الثاني أو توصل بكراعك في الواطة، والأن معروف عند الناس الكهرباء. فبيقوم يمسك يوصله في الكهرباء، يقوم يمسك سلك واحد ويجيب المفك بتاع البيان البنور من ورا ده، يخطه وذاك يهبش من ورا كده، وصل أرضي مع ناري، يقوم المفك يولع، يو ده ولي وقال كهربته عالية بتحرق تش ولع نور، وده شغل بتاع كهرباء يا اخوان، عمله فيني انا ذاته عمله بعد ما تاب يعني ورى الناس، فالناس ما تتخدع. بعد ما يسووا كده دايرين شنو؟ يقول لك ادفع عليه شنو؟ قروش ارمي البياض. يبقى الشغله ما دين، الشغله شنو يا جماعه؟ شغله قروش، ما في دين، دين بيعلموا به قروش يا اخواننا. انا والله فترت بعد اشوف لو في الاخوان ده يواصلوا، جزاكم الله خير. الطبع في القبر شرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، أي زول بيذبح لغير الله ده ملعون، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. زول يشلو بهيمة يمشي يطبعها عن قبة، يقول عشان الشيخ اداني الجنة ومرتين ما كان بتلد لما زرناه واداني، عشان كده جبت له البهيمة، ده شرك، والبهيمة دي فطيصة وأكلها حرام، لأنه مما أهل لغير الله به، واللي بيعمل كده ده شرك بيطلع برا المله بالمناسبه، اللي يتوب يرجع ثاني للاسلام. ست الودع ده كفر، دي كهانه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم.